مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في عدد جديد من برنامجكم الرياضي اليومي على قناه ميديا تي في ملاعب. في حلقه اليوم حديث عن نهائي دوري ابطال افريقيا لكره القدم والذي سيجمع مساء اليوم بين الوداد البيضاوي والاهلي المصري. الفريق المغربي الذي سيحضر في النهائي للمره الخامسه في تاريخه والثالثه في السنوات الست الاخيره يطمح للتتويج بثالث لقب له في تشامبيونز ليغ. الاختبار سيكون قويا مع خصم خبير في المسابقة القارية الأغلى على مستوى الأندية، لكن الوداد سبق له أن توج باللقب على حساب نفس الخصم في نسخة العام 2017. اليوم يتجدد الموعد في الدار البيضاء وبمركب محمد الخامس وبدعم جماهيري كبير وبقيادة مدرب مغربي، والطموح والأمل الإبقاء على الكأس القارية هنا في المغرب. وللحديث حول هذه المواجهة الهامة للكرة المغربية معنا في حلقة اليوم آخر عميد لفريق مغربي حمل لقب دوري أبطال إفريقيا. الأمر يتعلق بلاعب الوداد السابق الذي تألق معه لسنوات طوال، إبراهيم النقاش. أستاذ إبراهيم أهلا بك وشكرا على تلبية الدعوة. مرحبا أخوي عبد الله ومرحبا بي عندكم في ميديا تي في. أهلا بك، أنت مرحب بك دائما صديقي إبراهيم النقاش. ومعنا من مدينة الدار البيضاء أيضا ينضم إلينا الصحفي الرياضي الزميل والصديق محمد مفتاح. محمد أهلا بك وشكرا على حضورك معنا في برنامج ملاعب. أهلا بك أخي عبد الله، وسعيد جدا أنني أحضر معك في برنامج رائع ملاعب، وتحية لكم المتابعين الكرام للقناة الممتعة وإضافة للعميد المتألق. أهلا بكما ضيفي الكريمين. إذن مواجهة قوية في الانتظار مساء اليوم ستجمع بين فريق الوداد البيضاوي وفريق الأهلي المصري، مباراة بين فريقين من القوى التقليدية في الكرة الإفريقية. صحيح أن الأهلي هو يعني نادي القرن في القارة الإفريقية، الفريق الذي توج بعشرة ألقاب في تشامبيونز ليج، لكن الوداد هو من القوى التقليدية أيضا، الفريق الذي يحضر إبراهيم النقاش للمرة الثالثة في السنوات الست الأخيرة في المسابقة القارية الأغلى على مستوى الأندية. بداية، كيف تعلق على هذه المواجهة إبراهيم؟ المقابلة غتكون ماشي سهلة على الدراري، لأن مقابلة غادي تلعب في الميدان ديال فريق الوداد وأمام الجماهير ديالو. هذا شيء ما غيكون عليهم واحد الضغط، لان ما تبغيش التروفي انه يخرج من المغرب، ولكن نتمنى ان شاء الله يكونوا الدراري مركزين ان شاء الله. عندهم تقريبا عندهم الحمد لله معنويات مرتفعه، كاين وعد دعم من المسؤولين، من الجماهير، من المغاربه كاملين. هذا الشيء اللي ان شاء الله يعطيهم واحد الدفعه باش انهم يحققوا نتيجه ايجابيه ويفرحوا المغاربه كاملين ان شاء الله. وهذا ما نتمناه إبراهيم النقاش، وأنت عميد سابق وسبق لك أن توج باللقب على حساب نفس الخصم فريق الأهلي المصري قبل ست سنوات هنا في المغرب، بالتحديد في ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. أذهب إليك صديقي محمد مفتاح، إذا الفريق الوداد يواصل أو أنهى تحضيراته لهذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم، أسبوع بالتمام والكمال من التحضيرات، معسكر مغلق في مركب محمد السادس، دعم معنوي كبير سواء من طرف الجماهير المغربية وأيضا من طرف أعلى جهاز كروي في المملكة وهو رئيس الجامعة الملكية المغربية الذي قام بزيارة ويعني دعم وتحفيز لهذا الفريق. كل الظروف مهيئة لفريق الوداد للتتويج بهذا اللقب وإبقائه هنا في المغرب. طبعا اخي عبد الله كنعرف انه كل ما اقترب موعد المباراه الا هو انه كيتزاد الضغط، وقلت الى انه حتى الزيارات المتتاليه ديال عدد من الفعاليات، لانه زارهم في وقت سابق الحسين عموته الاطار الوطني اللي سبق وتوج بهذا اللقب، زيد على ذلك العميد السابق للمنتخب نور الدين نبت الحداوي، فوزي القجاع رئيس الوداد سعيد نصر، هذه كلها فعاليات لزاره الوداد يمكن هذه امور ايجابيه. ولكن انا ما اتمنى هو انه الان اقترب الموعد كيف قلت ديال المباراه، مباراة ماشي سهلة، كتجي في ظروف خاصة للطرفين، الضغط الإعلامي الممارس من الإخوان ديالنا المصريين والأشياء العديدة اللي وقعت على مر هذا الأسبوع هذا. الآن نحن أمام يوم المباراة، أعتقد أفضل شيء ممكن أن الإنسان يشتغل عليه الآن من مكونات الوداد وأن اللاعبين يخرجوا من الضغط. يمكن أنه سي إبراهيم غنتكلموا معاه مع هذا الموضوع، أنه صعب جدا اللاعب المغربي يخرج من الضغط لأن المباراة تجرى
في الملعب ديالك، وبذلك الضغط سيزداد اكثر لما كتدخل لارضيه الميدان. زيد على ذلك الجماهير اللي طبعا عانات باش تخدم التذاكر وتكون حاضره في المباراه، دي كلها امور انه ربما الضغط على الميدان بشكل كبير. اعتقد انه اتمنى صادقا لان وليد ركراكي يقوم بالدوره هذه لانه يخرج اللاعبين من الضغط، ويعرف بانه فريق الوداد في المباراتين الاخيرتين على مستوى دوري الابطال في الادوار المتقدمه فكان نوعا ما فريق الوداد لقى صعوبه انه يحقق ذاك ذاته. وكنا كنذكروا مثلا بالوزداد انتصرنا خارج القواعد بواحد الصفر وتعادلنا بصعوبه، وكان ان الفريق الجزائري خلق مشكل بالنسبه للوداد عكس السنوات السابقه اللي كان الوداد كيلقى مشاكل خارج الديار لما كيرجع المركب محمد الخامس او مركب الرعب كتلقى انه سهل انه ينتصر. علاش؟ لانه عنده قاعده جماهيريه كبيره والدعم الجماهيري كيخلي هذا الفريق على انه يواصل المشوار. اتمنى صادقا ان هذه المباراه تنتهي للوداد وان اللاعبين يكونوا مركزين، ومازال نتكلم على العديد من الامور اللي كتهم هذه المباراه للاشياء الجانبيه ربما لها دور كبير في انها تحسن ان شاء الله. الأخيرة في ملعبه لم يكن يعني لم يقدم أداء مقنعا، وهذا بشهادة المدرب وليد الركراكي سواء في مباراة إياب نصف النهائي مع فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي وأيضا في مباراة إياب ربع النهائي مع فريق وفاق سطيف الجزائري. لكن أكيد بأن النهائي سيكون مختلف سي إبراهيم النقاش. النهائي دائما نعرف أنه يحسم على تفاصيل صغيرة، مواجهة قوية وقوية جدا. أعود بك للذاكرة سي إبراهيم لنسخة 2017، هناك من يقول بأن هناك تشابه كبير بين فريق الوداد الذي توج باللقب 2017 رفقة المدرب الطيب الذكرى الحسين عموتة، وأيضا بين النسخة الحايمة الوداد بقيادة المدرب وليد الركراكي أحد الأسماء الكبيرة في عالم التدريب المغربي. ما غاديش نقارن لك بيننا وبين اللاعبين ديال الحاليين دابا، يا بحكم ان الحمد لله اللاعبين حاليا يعني قايمين بالواجب الحمد لله، لاعبين على ثلاثه الواجهات. هذا الشيء اللي الحمد لله اللي مرسوم دابا. يا بالنسبه ل 2017 كما قلت لك تختلف على هذه النسخه هذه، لان المقابله ديال 2017 كان فيها ذهاب واياب، يعني ممكن تلا كان شي غلطتي ولا شي حاجه عندك فرصه فين انك تعوض. دابا كاينه مقابله وحيده ما تتلعب على جزئيات، يعني اللي مجهز لا بدنيا ولا نفسيا هو ان شاء الله هو اللي غيفوز بهذه المقابله هذه ان شاء الله، ونتمنى تكون من نصيب اللاعبين اللي نتمنى ان شاء الله يفرحونا كاملين بحول الله ويفرحوا المغاربه كاملين ان شاء الله. ابراهيم، يعني قبل ساعات من المباراه النهائيه وبالتجربه ديالك السابقه مع فريق الوداد، شنو هو الخطاب اللي كيمر المدرب للاعبين قبل ساعات على اجراء المباراه النهائيه انطلاقا من طبيعه الحال تجربتك الشخصيه؟ بطبيعه الحال المدرب الدور ديالو حاليا هو انه يحرر اللاعبين من الضغط النفسي، لان اصلا المقابله عندها عند سيغتو المقابله النهائيه وضد فريق يعني تضرب ليه الف حساب، يعني اوتوماتيك ممكن واحد الموتيفاسيون ديال اللاعبين باش يلعبوا في هذه المقابله. تتبقى غير الظروف ان اللاعبين يتحرروا من الضغط النفسي باش انهم يدخلوا في المقابله من الاول ويفيتيو الاخطاء اللي تكون قاتله، لان هامش الخطا في هذه المقابله تتكون مكلفه بزاف. نتمنى ان شاء الله ان اللاعبين يحاولوا يستغلوا الاخطاء ديال الخصم ويسجلوا ان شاء الله ويحسموا المقابله في خلال الاطوار ديالها. ما نتمنى ان شاء الله تحسب كما قلت لك المقابله ما تمشيش حتى لضربه الجزاء، لان تتبقى ضربه الجزاء ديال الحظ وتتلعب فيها كما قلتي حتى هي واحد الضغط اللي تيكون صعيب على اللاعب. نتمنى ان شاء الله اللاعبين يحسموا المقابله في ان شاء الله خلال الاطوار ديالها ان شاء الله، ونفرحوا جميع ان شاء الله بالتروفي هذه السنه ان شاء الله بحول الله. فرحوا بالتروفي، ولما لا يكون عندنا ان شاء الله يعني سوبر افريقي لاول مره مغربي 100%. طبعه الحال بعد تتويج فريق نهضه بركان قبل أيام أيضا بلقب كأس الكونفدرالية المرة الثانية في تاريخ هذا الفريق. قبل أن نواصل مشاهدينا الكرام لنتابع تصريحات لصحفيين مغاربة حول المواجهة الهامة المرتقبة بين الوداد والأهلي المصري، لنتابع.
لأن الوداد قادر عنده التجربة ما يكفي بأنه يدوز هذه المقابلة في أحسن الأحوال، خاصة أن المقابلة غتلعب بالمغرب. أكيد أن وليد مرتب لهذه الأمور كاملة وكيحاول أنه هو يتحمل الضغط سواء الجماهيري أو الإعلامي، وكيبعدوا على اللاعبين باش يكونوا في التركيز الكافي باش إن شاء الله لعبوا هذه المقابلة. عندنا لعابة اللي قادرين أنهم يحققوا اللقب في كازا وعندهم ما يكفي من التجربة، والحمد لله شنا واحد التوليفة اللي جميلة، اللاعبين اللي عندهم خبرة وعندهم دراية كبيرة بهذه المناسبات، وإن شاء الله إن شاء الله نتمنوا أن الفريق يكون في المستوى ويحمر وجه المغاربة اللي كاملين كينتظروا هذا اللقب الغالي. الجانب الديني، لماذا نتعاقد مع المدرب؟ المدرب يجب أن يعمل على هذا الدور، أن يخدم اللاعبين دينيا، أن يبعدهم عن الضغط، أن يعرف كيف يفوز على الأهلي المصري الفريق المجرب الذي يملك تجربة قارية كبيرة وله كما يسمى فريق القرن، يملك ألقاب كثيرة في عصبة أبطال. يجب على الرجراجي أن يلقن لاعبي الدروس الكافية واللازمة في هذا النهائي حتى تكون العصبة ودادية، لأن العصبة خلقت لكي تكون للوداد إن شاء الله هذا العام. نقطة اللي تقدر تعطي الوداد واحد شحنة هي الجماهير العريضة دي القلعة الحمراء، لأنها كتملأ جميع الجنبات دي المركب محمد الخامس، رغم أنه كين طائرات وأفواج جاية من الجماهير دي الأهلي المصري، ولكن الجمهور الودادي عودنا في هذه المناسبة على أنه كيكون وراء اللاعبين ديولو. نتمنى على أن اللاعبين يكونوا في جاهزية في هذه المباراة هذه، لما لا، لأن الوداد ما غيقدرش يفرط في هذا الكأس خاصة داخل الأرضية ديالو بمركب محمد الخامس، وفرصة لا تعوض، وبالتالي أعتقد ما تكونش ضغط نفسي على اللاعبين في هذه المباراة النهائية. نتمنى صادقين أن يكون منسوب التركيز عالي وعالي جدا بالنسبة لأبناء الإطار الوطني وليد الركراكي، وأن لا يفوتون الفرصة. اليوم ليس الجماهير الودادية فقط وإنما جميع الجماهير المغربية خلف الوداد بلسان واحد من أجل أن يتربع الفريق الأحمر على عرش القارة السمراء للمرة الثالثة في تاريخه. أعتقد على أنه بتركيز لاعبي، بالحضور الذهني، بالحضور البدني والتقني والتكتيكي، ستكون حظوظ وافرة من أجل التتويج والإبقاء على هذه الكأس الغالية، الإبقاء على الأميرة السمراء هنا بين أحضان المغاربة بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. إذن هناك إجماع على أن الحضور الذهني هو طريق نادي الوداد البيضاوي للتتويج بثالث لقب له في دوري أبطال إفريقيا. نعلم أن فريق الأهلي المصري سي محمد يعرف كيف يتوج بهذا اللقب، يستعمل جميع الطرق، وأكيد سيلجأ إلى طريقته المعهودة في محاولة إخراج الخصم من المقابلة، وهو المسألة التي يجب أن يأخذ فيها فريق الوداد الحيطة والحذر، وأن يدخل هذه المواجهة بثبات فعالي وحضور ذهني كامل من أجل إبقاء الكأس هنا في المغرب. طبعا أخي عبد الله، لما كنتكلموا على الأهلي، يمكن أفضل شيء يمتاز به الأهلي هو التجربة، ولما كتكون عندك تجربة فكتحاول تخدم بها في مثل هذه الظروف. وزيد على ذلك لأنه الأهلي فريق عنده لاعبين مستوى عالي، لما كنتكلموا على الشحات، لما كنتكلموا على بيرسيطا واللاعب الجنوب الإفريقي اللي متألق، زيد على ذلك معلول، يمكن أنه معلول علي معلول هو اللاعبين اللي يمكن نقول عنده نقطة قوة، وكذلك عنده نقطة ضعف لأنه لاعب اللي ما كيغطيش في الجهة دياله، في الجهة اليسرى، وهذا يمكن يستفيد من فريق الوداد الرياضي إلى عرف كيفاش يدبر المباراة. بالنسبة وزيد على ذلك لأنه كيف قلت لأن حتى المدرب عنده تجربة وعنده الحنكة دياله، وخط الوسط عند الأهلي عنده لاعبين ممتازين، وهو فريق اللي من الفرق اللي يمتاز بأنه كيحاول ما أمكن ينوم المباراة، بيحاول ما منه يستمر المنافس أنه هو اللي يبقى يبحث عن الكرة، وبعد ذلك اللي يبحث عن المرتدات والأماكن اللي يمكن تكون شاغرة على مستوى خلف المدافعين. هذا اللي كنتمنى أن الوداد يكون فاطني ليه. زيد على ذلك الدور اللي يقوم به جبران، احنا كنعرفوا أنه جبران بعض المباريات كيكون بأكثر من دور، يعني كيمكن بعض المرات كيكون خط وسط، وفي نفس المباراة كتلقاه في اللاكس لما كيجلسي إما فرحان أو ضاري على مستوى اليمين أو اليسار، وكيولي أن فريق الوداد لعب خمسة ديال المدافعين، وهذه ميزة يمتاز بها فريق الوداد، وهي اللي عطيها الأفضلية على مستوى العديد من المباريات، لأنه ما كيلقاش أهداف كثيرة. كنتمنى أن الوداد يكونوا في نهارهم، كنتمنى أن التركيز بالنسبة للاعبين على مستوى الخط ديال الوسط، لأن قوة الوداد وهذا على مر التاريخ، حتى في لما كتكلموا على النقاش راه كان النقاش السعيدي هو افضل مكين على مستوى بطبيعه الحال. اليوم هناك واليوم صديقي محمد هناك يعني خير خلف لخير سلف كما يقال، بوجود جبران
الحسوني وايضا الدودي، يعني هما اسباء متالقه. وبطبيعه الحال كما كنقولوا دائما خط الوسط هو رمانه الفريق، وبالتالي اذا كان خط الوسط قوي فيمنح الامان للدفاع ويمنح ايضا الكرات الحاسمه لخط الهجوم. ساعود اليك صديقي محمد واذهب مره اخرى للعميد السابق لفريق الوداد البيضاوي ابراهيم النقاش. استاذ ابراهيم، يعني ما هي نقاط قوه الفريق البيضاوي هذا الموسم؟ يعني حرس المرمى وتواجد اسم يعني متميز محمد التكناوتي، وان غاب عن اللائحه الاخيره للمنتخب المغربي المقبل على مواجهه وديه قبل يعني بعد ايام مع المنتخب الامريكي، وايضا له مباريات رسميه في تصفيات كاس افريقيا كوت ديفوار 2023. ولكن يعني يبقى رضا التكناوتي لاعب يعني حارس مرمى متميز، وايضا هناك خط دفاع متميز. بشكل عام ما هي نقاط قوه الفريق البيضاوي؟ والقوه ديال الفريق الوداد دابا حاليا هي المجموعه، مجموعه متكامله، يعني تيكونوا في كتله واحده في خلال المقابله. المدرب عنده حتى هو واحد الدور كبير باش ان تيخلي لاعبين دائما عايشين في المقابله باش يحققوا نتيجه ايجابيه. زائد الدعم كما قلت لك الجماهير اللي صراحه انت هو ما تتنساش، هو انه دائما تيشحن الدراري بالتشجيعات ديالو المتواصله. هذا الشيء زائد كما قلت لك التجربه ديال بعض اللاعبين اللي تيوصلوا الميساج للاعبين اللي باقيين صغار باش يتحملوا المسؤوليه ديال هذا الفريق هذا، لان تعرفوا بان عندهم واحد الجماهير اللي تابعهم باللي ريزلتا بالنتائج. هذا الشيء الا تيخلي فريق الوداد قوي هذه السنه وتلعب على ثلاث وجهات، ونتمنى ان شاء الله هذا اللقب الاول ان شاء الله اللي غيكون حاسم ان شاء الله. نتمنى ان شاء الوليدات انهم يكونوا في نهارهم ويفرحوا الجماهير المغربيه والجماهير الوداديه خاصه ان شاء الله. بطبيعه الحال هذا ما نتمناه السي ابراهيم النقاش. وبطبيعه الحال يعني فريق الوداد البيضاوي باستثناء بعض المباريات قدم اداء متميزا في مسابقه دوري ابطال افريقيا. السي محمد المفتاح، يعني منذ الدوره التمهيديه وحتى يعني المباراه اياب الدوره النصف النهائي باستثناء كما قلنا بعض المباريات، الا ان اداءه عموما كان متميزا وحقق ارقام كبيره وكبيره جدا من حيث النقاط التي حصل عليها وايضا الحصه التهديفيه التي سجلها في مجموع مبارياته في دوري ابطال افريقيا. سي محمد المفتاح، يعني مدرب وليد الركراكي هو ثاني مدرب فقط مغربي سيلعب المباراه النهائيه في مسابقه دوري ابطال افريقيا كما قلنا سابقا، ثاني بعد المدرب الحسين عموتة الذي لعب النهائي وتوج باللقب مع فريق الوداد البيضاوي في نسخه العام 2017. دائما وليد نقطه القوه ديالو من غير مسائل تقنيه في الخطاب في التواصل في كل مباراه كيتاهل دور يعني موالي، دائما يقول باقي ما عملنا والو، الخير القدام، عاد خصنا نتقاتلوا، عاد خصنا نشاهدوا. الخطاب هو ربما خطاب محفز ونقطه قوه لهذا المدرب الذي يعول عليه لقياده الفريق للتتويج بثالث لقب له في مسابقه دوري ابطال افريقيا. أنا اخي عبد الله، الحديث على التصريحات ولا الطريقه ديال الكلام ديال وليد هو شيء ايجابي بالنسبه للمجموعه، لانه دائما كيبعد عليهم الضغط. لاحظتي انه وليد ركراكي مؤخرا تكلم على المباراه النهائيه وسولوه قال لي مودي راه بناء على الارقام والمعطيات راه فريق الاهلي هو اللي يمكن عنده الافضليه انه اقرب الى التتويج. الاعلام المصري كله كيتكلم على ان وليد قال لنا، وبذلك وليد من المدربين اللي الخطاب ديالو كيحاول ما امكن انه يبعد الضغط على اللاعبين، وهذه ميزه تحسب له. زيد على ذلك انه واحد المدرب اللي كما نقولوا اللي في قلبه على لسانه، مدرب اللي كيتكلم عادي ما كيفكرش بزاف ولكن كيضبط اموره وعارف كما كنقولوا حنا كاين الوقت اللي خصو يبعد الضغط على اللاعبين. وليد يمكن لا شفتي حتى البروفيل ديالو مقارنه مع حسين عموتة كتلقى نفس التوجه نفس البروفيل، غير ان حسين عموتة مدرب صارم ان صح التعبير ونقاش يتكلم على هذا الامر. وليد الصرامه ديالو تكمن في انه قرب اللاعبين ليه، يعني قدر على ان اللاعبين خلاهم يعطيوه كل ما عنده لانهم حبا في هذاك المدرب الطريقه اللي كيتعامل بها. الا لاحظتي مثلا اللاعب فرحان اللي جا من الوداد تمانا، راه الكل كان كيقول بان هذا اللاعب ربما مستواه تراجع، وها هو الان كنشاهده رسمي ويقوم بادوار مهمه في الدفاع ديال الوداد. كذلك بدا اوك لما جا المدرب كلشي كان كيقول بان هذا اللاعب يغادر لان مستواه
اصبح ضعيف وما الى ذلك، ولكن هو قال الوالد ان ما يمكنش انني نطلق لاعب اللي كلشي كيتكلم وباغي يتعاقد معه وانا خصني نشوفه عاد نتكلم. وبعد ذلك شاهدنا مترجم العديد من اللاعبين اللي خلى ان الوالد بثقافته بنقاشه بخطابه انه ياخذ منهم كل ما يحتاج ولو كيقدموا افضل ما لديهم ثقه في المدرب اللي منحهم الفرصه. زيد على ذلك ان الوالد لطالما قال في العديد من التصريحات لانه يطمح الى سماع تلك الكلمه ولا الجمله الشهيره ديال سير سير ديال المدرجات. نعم فريميجا فهو الان كيسمعها، نتمنى انه يبقى غادي ان شاء الله. نعم. ياخذ اللقب رفقه تلميذ. نعم يسمع هو ويسمع حتى اللاعبين ويخلي لنا اللقب ديال دوري ابطال افريقيا هنا في المغرب. اعود اليك سي ابراهيم النقاش، وانت عميد سابق لفريق الوداد، وسبق لك ان حملت هذه الكاس الافريقيه الاغلى على مستوى الانديه في القاره الافريقيه. ما هي الرساله التي يمكن ان تواجهها كلاعب سابق للوداد للاعبي الفريق حاليا على بعد ساعات فقط من اجراء المباراه؟ الميساج اللي تنوصل للدراري سيرتو اني كنت معاهم نيت خلال الاسبوع هذا هو ان يتحلوا بالصبر وما غير يركزوا مزيان، لان ممكن في خلال الاحداث ولا ديال المقابله ولا التشجيع ديال الجماهير ولا الضغط اللي غيكون ممارس الا وغادي يقدر تقريبا ممكن اللاعبين يقدر انهم يفوت ليهم يمشي ليهم التركيز. نتمنى ان شاء الله ان اللاعبين يكونوا مركزين ويفوتوا ايفيتيو الاخطاء اللي غادي تخليهم ان يمشي لهم التركيز ديالهم. هذا هو الميساج الحمد لله اللي تنوصلوا حتى اللاعبين حاسين بالمسؤوليه اللي عليهم وعارفين اشنو تابعهم. هذا الشيء اللي تيخليهم انهم ان شاء الله نهار كيف ما تقولوا نهار العرس غيكونوا حاضرين ان شاء الله ويفرحوا الجماهير المغربيه ان شاء الله. وهذا ما نتمناه صديقي إبراهيم النقاش، أن يكون فريق الوداد في يومه في مباراة اليوم ويتوج باللقب الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه، علما أنه سيخوض المباراة النهائية للمرة الخامسة في تاريخ النادي البيضاوي يعني المرصع بالألقاب سواء المحلية الجهوية أو الإقليمية وأيضا القرية. شكرا جزيلا لك سي إبراهيم النقاش، كنت معنا من مدينة الدار البيضاء، والشكر موصول لصديقي وزميلي الصحفي الرياضي محمد فتاح. ختام حلقة اليوم مشاهدينا الكرام من برنامج ملاعب، شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.